طيب زي ما قلت لحضراتكم، خلينا بقى نروح لزميلنا أمير هشام من الإمارات أو من أبو ظبي أيضا لنقل كل أحداث بعثة النادي الأهلي وإيه اللي حصل النهاردة كالعادة. أمير اتفضل. ازيك يا أمير الأول؟ ازيك يا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن وهارد لك طبعا حشيش ولكل جماهير ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. قلت له يا كابتن هارد لك طبعا. خساره منتخبنا الوطني النهارده بطوله كاس الامم الافريقيه، واعتقد خساره البعثه كلها كانت تنتظر ان يكون هناك فوز، ولكن هذه هي سنه الحياه وهذه هي كره القدم. بالظبط، يعني هارد لك لينا كلنا كمصريين، هارد لك الوطن العربي كله اللي كان بيساند منتخبنا الوطني النهارده. بصراحه منتخب مصر يعني ما قصرش، عمل كل اللي عليه. مشوار اكثر من صعب في البطوله، انك تلعب 4 نهائيات ورا بعض، كوت ديفوار في المغرب في الكاميرون، وتعدي وتوصل برافو النهائي. برافو عليك، حلوه كلمه 4 نهائيات دي يا امير. الجزاء الترجيحيه بالظبط، يعني هو ده فعلا ده اي ماتش، يعني مصر مع كوت ديفوار ده كان نهائي، مصر مع المغرب نهائي، مصر مع الكاميرون نهائي، مباراه النهارده مباراه نهائيه. في كل الاحوال مجهود كبير جدا من لاعبي منتخبنا الوطني اللي مصبر الواحد يا كابتن اسلام، ان احنا ابتدى يبقى عندنا منتخب، عندنا فريق كويس، عناصر بقينا عارفينها، بقينا عارفين اسماء اللعيبه الاساسيه في منتخب مصر. اللي مصبرنا اكتر واكتر كمان ان البطوله بتاعت الامم الافريقيه هي السنه الجايه على طول، مش هنقعد لسه سنتين. والاهم بالنسبه لنا كلنا باذن الله واحد احد ان احنا نعوض ورجالتنا يعوضوا بالوصول لكاس العالم عن طريق السنغال باذن الله يا رب. فيعني حاله من الحزن كانت كبيره بصراحه كابتن اسلام بعد انتهاء المباراه بفوز السنغال. الكل كان متاثر جدا، الناس قعدت في الغرفه او في القاعه اللي كنا بنتفرج فيها على المباراه متنحين، يعني باللغه العاميه كده شويه، مش مصدقين، لان احنا فرصنا كانت كبيره في ضربات الجزاء. عندنا ابو جبل بصراحه ما شاء الله عليه، ربنا يحميه، حارس عالمي مش قليل. ما كانش فيه توفيق لعبد المنعم رغم انه عامل بطوله اكثر من رائعه وعظيمه جدا جدا. مهاد لاشين برضه لعيب راجل لكن ما كانش موفق، وهي دي ضربات الجزاء وهي دي كره القدم. كل يعني كان حزين، لكن ان شاء الله باذن الله متفائلين بالقادم لمنتخبنا. ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل وافضل ونوصل كاس عالم، وباذن الله ناخد الامم الافريقيه السنه الجايه يا كابتن اسلام. يا رب ان شاء الله. وكالعاده بنقفل صفحه وبنفتح صفحه.